في أربعة بيزجها أنا صليجها ويجي بشي هرتوي لو أتن كذي أسمار لغوص هاي وحظ الله رفع فاحسن وقربت إلى دوان كسرسن وحلا بلاري دونا بشن سوسة أتلا بلاري دونا ما كاي ما يحب الشرهدة يو إذا ما بدي كم غنا ينادان وانجس يا بدي وحظ الله بس دونا وانجستي إن صار ضبة المانتي إن أسمراد هشيس كوغشان دمعان مركي هشيس كاد غشان لمدة كسو وريكتي إلا هدا ودا هدا لدا قضبادي أدكو هشيسين محا كدقن غالي الله تعامن كرا عيادوات المام كرتا ويشي عيين إلا هدا هشيس كي تصيفي عنوص علامة عرقنا حقا إسمامولكا سومالي ستيك يحقا فدرالكو ومحومة وحوغا بيروغرافي أو كالتر في إيتوبيا أو سكايير قابين أيوا كرا لكن نيادهان يا سياسدهان حكومة الدقيقان كايو حكومة الدحية الكوبية ولينا يشيسكي حرمينا جانا وصعبا كاسا مقبنا إن طبعا صلاة ضبع الربار تينا إن دوابة شرتا سيدو كرانا قار كميدة شبهديه دقال ككل تريد دولة ديتوبية سيدا أوائلا فوقنا إن ويسو حرادين إن أضونا صلاة الربار تي إن شبهدي ويسو حرانيسا قورما أي سو حراني إن شبهدي أوالنف إذا ماذا أحرين توجدين يا واحد يبدأ هذا كل مكان دلال كبير ثلاثة وواحد سلام عاي كوي اللي راسنا كمان كأربعة عربي كتير توجد يا ملح هذا شوفي عن إن شاء الله هلك حلوش هذا وين يا ملح ذا شر هذا دبده كل مكان بالدومية يا رجيها جودي جودي يا فلنتا يا إنها جل عبد الحي كادر كدل كي من وحيم الدورنا بيالي على بيش سجالي اللي راسنا كذي تقدم كذا اللي راسنا كنقول من أبي سوافك شو iya sadanka ay qorsheysan tahay inay dhigaan sida weeye shacabka Soomaaliyeed oo diyaartay inay soo dhaweeyo shacabka degdega iyo muxuu ahaay xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo xubnaha shacabka oo inta ay soo diyaarinayaan marka talagal qabta bisha inay degdeg gaaraan 29 kan ay soo gaaraan magaalada Bisaw in marka dhamaantood in waxay imanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida bilow hore ugu yaraan marka hore Jigjiga la isugu tagi oo shaqada isku bariirin doonaan kadibna dadku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tagi doonaa dirgaba iyo gode iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gobolka gobol waa la soo booqan doonaa xafiisyada jabadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo maalmihii kale ee muhiim ah dadka Soomaalida ee deegaankooda ku yaala waa laga hawlgali doonaa waan garta iyo caafimaadka dadka oo ay markii lagu daro hadaan su'aal kale ku weydiiyo cadaani in tiradoodu waa imisa ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya maya tirada ma wada hayo laakiin kulli ciidamada hore soo galeen in badan dalka deriska ku maqnaa way yimaadeen hadda waxaan leeyahay